بالفعل أنها رغم تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة ونصف في المئة مليون برميل برميل مقارنة مع توقعات كانت باثنين ونصف مليون، لكن يظهر أنه السوق التفت إلى توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأيضا إلى تقارير من أوبك. فبالتالي بالنسبة لمنظمة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أشارت إلى أن توقعات بأن يهبط أو ينخفض الاستهلاك على الاستهلاك الأمريكي على النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وأيضا تراجع إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية والإنتاج الأمريكي أيضا بمقدار 990 ألف برميل يوميا. طبعا الطلب على المنتجات النفطية حسب ما أظهرته إدارة معلومات الطاقة هو تقريبا ب 93.4 مليون برميل يوميا، إذا ما تمت مقارنة فهو منخفض بتسعة تقريبا مليون عن ما كان قبل مستويات العام، ولكن أفضل من الشهر أو متوسط الطلب على النفط خلال الربع الثاني الذي طبعا بلغ 85 مليون برميل يوميا. لكن بالنسبة لتقرير أوبك الذي توقع بأن يكون هناك أيضا انخفاض في الطلب على النفط ب 9.1 مقابل كانت توقعاته قبل ب 8.95 مليون برميل، فهناك تخفيض لهذه التوقعات، وبالتالي التفت المتداولين إلى توقعات التي نتجت من قبل أوبك. فأتوقع بالنسبة لأسعار النفط أن يكون هناك تذبذب بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة المقبلة، وأتوقع لأسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف بأن يتداول ضمن نطاقات ضيقة، نتحدث عن 40 و43 دولار للبرميل خلال هذا الفترة، لو حتى حصل بعض الارتفاعات ستكون ضمن هذه النطاقات هذه الضيقة حتى يظهر أي أخبار تكون داعمة لأسعار النفط، مثل يعني إعادة تحسن في وتعافي اقتصادي أو إلغاء القيود على السفر وبداية نشهد رحلات الطيران، فهذا بالتالي ربما تكون من الإيجابيات التي ربما تدعم أسعار النفط. لكن من المستبعد الآن مع ارتفاعات الإصابات بفيروس كورونا أن نشوف أي يعني تعافي اقتصادي أو تحسن بشكل سريع، وخاصة هناك يعني حديث بأن تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا وهي أن تكون أشد، رغم أنه ما لا نتوقع أن تكون هناك إغلاقات اقتصادية، لكن قد يعيق من مرحلة التعافي الاقتصادي ومرحلة فتح الاقتصاديات بشكل كامل. فبالتالي إلى في هذه الفترة التذبذب في نطاقات ضيقة لأسعار النفط. نعم لينا، ننتقل إلى الملاذات الأمنة، ومع عودة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي وكذلك حالة عدم يقين ربما بموضوع الحزم التحفيزية الأمريكية، شهدنا عودة أو ذهب قلص من الخسائر التي سجلها خلال الجلسات الماضية على مدار أربع جلسات. إلى ماذا ستكون هذه الموجة وإلى أين ستتجه ربما أسعار الذهب؟ طبعا بعدما شهد الذهب ارتفاعات جدا قياسية شهدناها، تراجعنا خلال أكبر تراجع في سبع سنوات، عدنا شهدنا بعض الارتفاعات في جلسة أمس، واليوم الارتفاعات تقريبا محدودة أو بعض المكاسب، بالرغم من يعني يظهر أن المتداولين أعادوا تقييم لقاح فيروس كورونا الذي صدر من روسيا، يعني يظهر حتى لو كان هناك اللقاح فهذا يحتاج وقت طويل لإعادة أو وصوله إلى مختلف أنحاء العالم. نحن نتحدث عن إصابات بفيروس كورونا بلغت 21 مليون برميل، رغم أنه عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية عم تتباطأ من الذروة القياسية التي حققتها في 24 من يوليو تموز، لكن هناك المخاوف من موجة ثانية تكون أشد تأثيرا، وبالتالي يبقى الطلب على الذهب والملاذ الآمن يعني على المدى المتوسط والطويل. إذا تم
حافظنا على المستويات اليوم فوق ال 1900 دولار، فنحن أمام ارتفاعات جديدة وطلب جديد وقوي على الشراء. شهدنا أمس أيضا طلبات، كان الطلب قوي وشراء على الذهب، لكن أتوقع هذا الاستمرار، ولا أستبعد أن يكون هناك أيضا تراجعات وتذبذبات تكون حادة على في هذه الفترة على الذهب، لكن المدى المتوسط والطويل والتوقعات ما زالت. نحن نتحدث عن عوائد وسندات خزانة أمريكية رغم ارتفاعها، لكن تعتبر متراجعة، وخاصة لأمد استحقاق العام والعامين دون المستويات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي اللي بربع نقطة مئوية، فهذا يبقي أسعار الفائدة أيضا منخفضة، وسياسات التحفيز من الفدرالي الأمريكي وأيضا الحزم التي ذكرتها العالقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأيضا انتشار الفيروس كورونا، وأيضا ربما القلق من التوترات السياسية والأمريكية الصينية، رغم هناك بعض التفاوت من الاجتماع الذي سيعقد يوم السبت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينية، لكن كل هذه الحالات التي ذكرتها سوف تدعم أسعار الذهب في الفترة على المدى المتوسط والطويل، وربما نرى ارتفاعات وعودة إلى مستويات فوق ال 2000 دولار، لكن في هذه الفترة لا يعني ستبقى هذه التذبذبات بين انخفاضات وارتفاعات. نعم، أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويت جروب، شكرا لوجودك معنا.